الله يساعدهم. قواكم الله قواكم الله قواكم الله. بدهوش صغير ما يكون بدهوش صغير. اشتغل سيتم اشتغل يا بشار. الله يساعدهم. شلونكم؟ يلا يلا ليش؟ ليش؟ ليش تحبه؟ تحل عيونه تشوف الموصل ان شاء الله. Probably one of the ISIS is hiding. Yeah, I think that that's smart. Because in Fallujah, after 3 months. شاهدنا شيئا مرعبا. دور محروقة، كنائس محروقة. نسمع صوت الحجارات هناك بعض العبوات الناس اللي زرعوها داخل ان شاء الله باقي المحاور ماشي بعيد والله حيل بعيد
إن شاء الله عازمين على تحرير الموصل بقيادة جهاز مكافحة الإرهاب حاليا منطقة برطلة مركز مدينة الموصل وباقي قليل على المركز وإن شاء الله نعلن النصر لأهلنا العراقيين منتصرين إن شاء الله ومعنويات الجنود والله نقول لها للموصل هم أهلنا وناسنا وإن شاء الله نحررهم من عناصر داعش. والله معنويات عالية مال الجنود إن شاء الله فوج الموصل للأبطال والأفواج البقية يعني مشاركة كلها القيادة الأولى والثانية والثالثة وإن شاء الله منتصرين ونبشر أهل الموصل إن شاء الله التحرير قادم إن شاء الله. معنويات عالية إن شاء الله وإحنا نقلهم وجيناكم وإن شاء الله جهاز مكافحة الإرهاب يطب الموصل وإن شاء الله قريبا تحرر الموصل. مقاتل محمد فهد جهاز مكافحة الإرهاب حاليا في منطقة البرطلة. وانتصار واضح امام عينك وشوف ان شاء الله انتصار على داعش خلال هذه الايام والتقدم مستمر نحو دواعش الانجاز. والله كلمتنا لاهل الموصل ان شاء الله قادمون لهم بالانتصار الكبير وسوف نضر داعش من كل المناطق المحتله لهم. ايام قليله نصر من الله وفتح قريب. الحمد لله وشكر تم تحرير منطقه برطله بالكامل بسواعد الابطال من جهاز مكافحه الارهاب القياده الثانيه القياده الاولى والقياده الثالثه. بس حاليا احنا في المنطقه مثل ما جاي اشوف والحمد لله والشكر. المعنويات عاليه يعني وان شاء الله النصر قادم للموصل ان شاء الله. نهني الشعب العراقي بتحرير منطقه برطله. ان شاء الله نوعد الشعب العراقي باتخاذ الموصل بالكامل ان شاء الله تحريرها بالكامل. ان شاء الله طبعا القوات مالتنا هاي المتجحفله قوات ضاربه تضرب بيد من حديد. ان شاء الله المدنيين نريدهم يعني ويانا يكون يستاهلون على مود نقدر نخلص هذه المهمه لهم ويرتاحون. التعاون لازم جدا جدا يعني جدا نريده من عندهم لان اذا ماكو تعاون ويانا فاحنا راح يعني راح تاثر عليهم. فاحنا نريدهم لازم ويانا يعانوننا بالطرق بالاحداثيات بسهول المجرى مالتنا زين. من نوصل ان شاء الله المنطقه نكمل برطله يعني كملناها هسه باقي عندنا شريط واحد ان شاء الله ونتجه لغير منطقه. المنطقه اللي بيها عوائل نريدهم يتعاونون ويانا يعني جهد الامكان يتعاونون ويانا. فوج الموصل هو فوجكم ان شاء الله ولا حد يخاف من هاي القوه.